لسه مكملين معاكم فقرات نهارك سعيد. وزي ما قلنا في البدايه في احداث كثيره جدا سياسيه مطروحه الان على الساحه المصريه والساحه العربيه بشكل عام، في احداث ممكن تعيد تشكيل تاريخنا ومستقبلنا ومستقبل المنطقه العربيه بالكامل. النهارده هنحاول نركز على ثلاث نقاط، اهم ثلاث نقاط بتشغل بال الشارع المصري والعربي في الفتره الحاليه، مع ضيفنا دكتور عماد جاد خبير بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه. صباح الخير. صباح النور. نهارك سعيد. طبعا لو ابتدينا على الساحه المصريه، اهم ما يشغل بالنا الان هو قانون الانتخابات الجديد. القانون وصل لايه والتعديلات اللي حواليه وصلت لايه؟ طيب يعني الملاحظ بالنسبه لإدارة المرحلة الانتقالية إن هناك حالة من حالات عدم الوضوح، حالة من حالات الغموض الشديد، حالة من حالات العلاج بالقطع أو بالتجزئة. بمعنى، ودي هنلاحظها من لحظة تنحي مبارك، يعني كان التوجه العام إنه عشان نبني حياة ديمقراطية، ما عندناش ديمقراطية من 60 سنة، عشان نبني ديمقراطية لازم يبقى عندنا دستور كأساس للبلاد. قالوا لأ، عشان عايزين نمشي بسرعة، احنا عايزين نمشي بعد 6 شهور، مجلس عسكري قال عايزين نمشي بعد 6 شهور، فلازم نعمل انتخابات ونمشي. اللي حصل دلوقتي ان احنا لو حسبناها بالوضع الراهن قدامهم سنه ونص لسه موجودين، لانه مش هيمشوا غير لما يسلموا الحكم لرئيس جمهوريه منتخب بعد. فبالتالي احنا عندنا انتخابات تنتهي في مارس، يجتمع مجلسي الشعب والشورى في ابريل، نهايه الاسبوع الاخير من مارس او الاول من ابريل، ياخدوا 6 شهور يعملوا الجمعيات الاساسيه، ياخدوا 6 شهور تعمل الدستور، وبعدين يستفتى عليه، وبعدين انتخابات رئاسية، يعني على الأقل سنة ونص من دلوقتي. طبعا ماشي، عملنا انتخابات الأول. طيب كل القوى السياسية قالت بالقائمة النسبية، فراح عاملينها 50-50. الناس زعلت، قالوا طب تلتين وتلت، وبعدين الناس زعلت برضو. طبعا، وبعدين قال لهم التلت الأحزاب ما تتنافسش عليه، فعملوا مشكلة. فامبارح قال لك خلاص اتنافسوا على البتاع. طيب يا عم، في قانون اسمه العزل السياسي. انا ما بفضلش كلمة قانون الغدر. عزل السياسي بمعنى هناك من افسد الحياه السياسيه من الحزب الوطني. صحيح. وبالتالي لا يجوز انهم يعني عندك شخصيات افسدت مصر، وكانت يمكن سببت توتر والتهاب شديد وربما فتنه طائفيه، كويس، ورايح يطلع ورق عشان يدخل الانتخابات. طب ثوره ايه بقى، وتغيير ايه، واصلاح ايه، كويس. فعلى الاقل لازم يمنعوا لمدة مثلا 5 سنين، وبعدين نمسكها جزء جزء. يا دكتور، حضرتك مع ولا ضد القانون الغدر؟ لأن قانون الغدر هو ال5 سنين، وأعتقد اللي طرحه امبارح المجلس العسكري هو سنتين، ولسه هيتم مناقشته. ما هو أنا مع، ما بنطبقش قانون الغدر ليه ونبقى خلصنا من كل ده؟ ما هو دي نفس المشكلة من الأول. طب لما الاجتماع مش بتاع امبارح مع رئيس الأركان اللي قبله، اجتمع مع 47 رئيس حزب، ماشي، 44 قالوا له عايزين قائمة نسبية 100%، راح عاملها تلتين وتلت، وراح حارم الأحزاب من انها ترشح على طب ليه؟ جم امبارح بعد أقل من أسبوع قالوا خلاص هندخل الأحزاب. حتى المنظر وحش. أنت تقوم مقام رئيس الجمهورية بتدير شؤون البلاد في مرحلة انتقالية، وأمنتها، يبقى على الأقل تعمل التوافق العام. نمرة 2، عندنا مثلا ممنوع الأحزاب على أساس ديني. لا، في أحزاب دينية موجودة. نمرة 3، في لازم إشراف على ميزانية الأحزاب، مفيش إشراف. نمرة 4، في ممنوع الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، ما نعرفش إيه اللي هيحصل. نمرة 5، في سقف للإنفاق على الانتخابات. يعني عايز أقول ولما الناس تتكلم على العزل السياسي أو قانون الغدر، يفضل لغاية امبارح ما عملش، يقول ندرس حرمان. وبعدين لما يقولوا له 5 سنين، لأن الانتخابات يعني البرلمان مدته 5 سنين، وأخليها سنتين. طب ايه الفرق بين 2 و5؟ اذا الناس بتطالب ب5، التوافق العام. مش بقول الناس بمعنى متظاهرين في الشارع، لا، انا بقول التوافق العام. اذا ارتضينا ان 47 حزب دول هم اللي بيعبروا عن القوى السياسيه والاحزاب السياسيه اللي موجوده، يبقى بيقولوا 100% قيمه نسبيه. انا هقول لحضرتك على حاجه، في الكتله المصريه اللي بتعبر عن الاحزاب المدنيه، وفي التحالف الديمقراطي اللي هو فيه الاخوان، كويس، عاده لا يلتقوا على فكره، لان ده يمين وده شمال، كويس. التقوا على فكره القائمه النسبيه 100%، وعلى قانون الغدر، وعلى الغاء حاله الطوارئ. يعني فاهم ازاي؟ طب ليه المشتركات لما الاقي كل القوى السياسيه متفقه على افكار، ليه ما اخدهاش وابقى يعني منظري كويس؟ طب يعني حضرتك عندك فكره عن اللي حصل امبارح بين المجلس العسكري والاحزاب؟ لان في بعض الاحزاب رفضت تماما، وفي البعض الاخر لم يدعن. شوف، هقول لحضرتك، هم فكروا في دعوة 16 أو 17 رئيس حزب، وهم فكرتهم اللي قالوها إنه
احنا عندنا خلاص عرفنا الخريطة السياسية في كتل، يعني مثلا في التحالف الديمقراطي اللي هو فيه الإخوان والوفد، فدعا الإخوان والوفد ومش عارف ماشي، في الكتلة المصرية دعا منها المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والجبهة، يعني هو خد ممثلين للكتل الرئيسية. طبعا في ثلاث أحزاب ما شاركوش، كانوا مدعوين الوسط والتجمع والناصري، وكل واحد لسبب مختلف. الوسط للأمانة كان مبدئي وقال مفيش جديد هنشارك ليه، كانت الدعوة رئيس الحزب، فالتجمع والناصري قالوا رئيس الحزب مشغول فهنأدي نودي نمرة اتنين، فالمجلس العسكري قال لا. فاللي راحوا امبارح 14 حزب حسب ما فهمت من الأجواء اللي كانت موجودة انه المجلس قال لهم اللي انتوا عايزينه هنتفق عليه، فقالوا له الغاء حالة الطوارئ، الغاء المادة الخامسة اللي هي بتمنع الأحزاب من الترشح، قال لهم موافقين 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 ماشي. وبعدين جم في الآخر في الصياغة، مش الموافقة أو كذا، لا ندرس ندرس. فطبعا تدرس دي ادرس براحتك، يعني لازم يبقى في حل حاسم وقاطع. أنا بقول الغاء الطوارئ بقى الغاء الطوارئ، بقول الغاء المادة الخامسة الغاء المادة الخامسة، ما تقوليش بقى ندرس إصدار قانون غدر أو حرمان بعض قيادات الوطن. إذا عايز تعمل الحاجة اعملها مرة واحدة، مش لازم تعملها على خمس مرات والبلد يحصل فيها انفلات. يعني يعني اللي نزل امبارح يشوف شارع القصر عين مقطوع بأتوبيسات، وربما ده موضوع له علاقة بالموضوع الثالث اللي حضرتك هتسريه، والمسيحيين قاطعين شارع رمسيس. يعني أنا واحد من الناس كان عندي مشرف على رسالة ماجستير، وصلت متأخر نص ساعة لأن اضطريت أمشي على رجلي، ما فيش حاجة في القصر العيني بتتحرك. فعايز أقول البلد يعني داخلة على مرحلة فوضى، فالرحمة كويسة. يعني خلاص إذا الناس بتقول قانون عزل سياسي يبقى عزل سياسي ونخلص، يعني ليه مش أعملها نص نص؟ نغير المادة الخامسة ونمنع أعضاء الحزب الوطني يعني الفكرة طويلة جدا فعلا، ممكن تتحل بقانون واحد ونخلص. أنا بقول لحضرتك بمنتهى البساطة، لو هم جم تسلموا السلطة في فبراير وجي حط خريطة الطريق كده وقال واحد اتنين تلاتة أربعة كان الموضوع خلص. صحيح. طب في بعض الأحزاب يا دكتور امبارح ابتدت ترشح ممثلين ليها في الانتخابات، ده معناه ان هم موافقين على قانون الانتخابات الحالي؟ لا لا، بص هقول لحضرتك، لان في انتخابات جايه فاحنا كل الأحزاب شغاله على انها رايحه الانتخابات، وفي نفس الوقت شغاله على انه لو ما تعدلش ممكن تفكر في كل في خطوات كتيره منها المقاطعه. فبالتالي ما ينفعش دلوقتي يقول انا هستنى لغايه القانون ما يتغير وبعدين يقولوا طب غيرنا لك القانون تعالى، فبقاش عامل استعداداته. لا، الاحزاب بتجهز القوائم بتاعتها كلها وبتجهز المرشحين على الفردي، لان دي مساله مش سهله. لما وبعدين دي يعني امبارح كان في كلام على فرض التحالف بين الاخوان والوفد، كويس، ده جزء رئيسي منه نتيجه الاختلاف على ترتيب القوائم. تعرف حضرتك القوائم النسبيه، لو التحالف مثلا بيقولوا في حاجه 40 حزب ماشي، بس انا لما باجي اعمل قائمه مثلا المنطقه دي عليها 10 كراسي، فانا عارف قوتي هاخد 2 او 3، فالصراع بيبقى على اول اسمين او 3 لانه هم اللي هيتاخدوا نمره 4 و5 و6 فرصهم ضعيفه جدا، 10 طبعا ما فيش. فبالتالي اكتشف، انا سمعت واحد من الوفد قال لي اكتشفوا لما الاخوان عرضوا القوائم انهم مش هياخدوا حاجه، ان الوفد مش هياخد حاجه، المقاعد المضمونه راحت للاخوان وحلفائهم. فبالتالي لازم القوائم دي داخل الائتلافات تترتب بشكل توافقي قبل الانتخابات. البعض بيأكد ان الاخوان والوفد انفصلوا، بس بيأكدوا كمان ان في بعض اعضاء الحزب الوطني المنحل انضموا للحزب الوفد، ده صحيح؟ يعني الاسماء اللي اتنشرت صحيح، لكن دي عاملة ازمة جوه الوفد. يعني زي ما في انقسامات فعلا طبعا بتدت. لما الوفد دخل التحالف مع الاخوان جزء كبير جدا، استاذ علاء عبد المنعم جمد عضويته، استاذ مصطفى الجندي جمد عضويته، منى مكرم عبيد خرجت، يعني اقصد اقول في مجموعات خرجت كتير. وعلى وقع دخول الوطني، دخول اعضاء من الوطني، في ناس يعني حصلت ازمه. وانا عايز اقول انه الناس بتتعامل، بعض الاحزاب بتتعامل مع المرحله هنا زي فرق الكوره الكبيره، ان يشتري لعيبه جاهزه ويلعب ويكسب بيها، زي خد مرشحين جاهزين لهم سمعه كويسه واداء كويس وخد مقاعد. الموضوع مش مقاعد، الموضوع ما انا ممكن اخد مقعد وفي الاخر اروح اصوت مع ضدي. يعني فاهم، يعني لازم يبقى في على الاقل ايمان بالافكار الرئيسيه. يعني ما ينفعش لو انا عندي مثلا من التحالف الديمقراطي اللي هو فيه كان الاخوان والوفد وكذا، لو عندي ناس هتنجح جدا وجات قالت انا ممكن ادخل معاكم، ما ينفعش. ليه؟ لان هو دخل على مبادئ توجه معين
بيتكلم على دولة دينية أو دولة مدنية بمرجعية دينية في الكتلة المصرية ما ينفعش. احنا بنتكلم على دولة مدنية بمرجعية مدنية، دولة وطنية حديثة، فبالتالي لازم يبقى في إيمان بالمبدأ قبل مسألة الكراسي. طب لو رحنا الموضوع الثاني وهو موضوع بيسبب قلق لناس كتيرة جدا، وهو سواء مسلمين أو أقباط، مشاكل الفتنة الطائفية اللي بدأت تظهر مرة تانية، يعني ظهرت الأسبوع اللي فات في المنيا وظهرت الأسبوع ده في قرية إدفو في أسوان. تعليق حضرتك عليها إيه؟ شوفي، يعني عشان نبقى واضحين وصراحة، إحنا عندنا مشكلة، واللي متصور ان الشعب المصري بعد 25 سنه فجاه بقى شعب تاني يبقى غلطان. يعني عندنا ميراث من سنه 70 منذ مجيء السادات وتسلمه السلطه، بدا يزرع الشقاق الديني في المجتمع المصري، بدا يعني انا واحد من الناس عشت الفتره دي يعني كويس، وكنت بشوف خطب السادات، يعني السادات لما اتقتل انا كنت في الجامعه كويس، فبشوفه وبيتكلم انا رئيس مؤمن لدوله اسلاميه، انا رئيس مسلم لدوله اسلاميه، دوله العلم والايمان، كبير العلم، وفي التعليم شفنا قد ايه منهج التعليم اتغير، وفي الاعلام شفنا قد ايه، فبدات تتراكم. في المقابل الثاني المسيحيين انعزلوا ودخلوا تحت مظله الكنيسه، فبقى المجتمع مقسوم، وشفنا احداث الفتن الطائفيه اللي وصلت لغايه الزاويه الحمراء سنه 81 اللي هي كانت اول شقاق طائفي ضخم في المجتمع المصري، وكان المجتمع المصري على شفا الانفجار، ربما ده يشابه اللي حصل معنا في 2010. يعني انا واحد من الناس عشت 80 81 كنت في الجامعه، و2010 2011 أوجه الشبه إيه؟ أوجه الشبه إن 2010 بدأت بحادث نجا حمادي، وبعدين دخلنا في العمرانية، وبعدين دخلنا في صمالوط، وانتهى العام بكنيسة القديسين في اسكندرية. أنا بالنسبة لي كنت مدرك إن في مشابهات بينها وبين المجتمع بيتقسم بشكل كبير كويس. فده المجتمع اللي احنا عندنا، لازال النبرة الطائفية عالية، لازال التسامح غايب، لازال قبول التنوع والاختلاف وحرية الرأي والاعتقاد غايبة. علينا ان احنا نعترف بده، مش مقبولة ثقافيا، وعشان ده يتعدل مش قبل 30 سنة كويس. لكن ازاي اقدر اتعامل معاه؟ يعني مثلا لما تشوف الكنيسة ديت يقول لك يعني تصريح منسوب لمحافظ اسوان يقول لك مسؤول المسيحيين غلطوا ولازم يتعاقبوا. يعني طب يعني حد غلط بجيبه قانون، بطبق عليه القانون، مش اخلي الناس تروح تجيب ادوات وتهدم وكده. بعيدا عن الملابسات الخاصه، قانون معين ضد الفتنه الطائفيه في مصر، ما ده اللي كنت عايز اقوله لحضرتك. لما نقول ان احنا نوصل لمجتمع في درجه عاليه من قبول التنوع والاختلاف، ده محتاج 30 سنه، محتاج تعمل له تنشئه بجد من مناهج، من طفل وهو صغير تنشئيه على كذا. حتى لو تعاملنا معاه بشكل صارم جدا، من يتعدى على حقوق الغير يعني يسأل قانونا وهيتعرض لمحاكمه لغايه ما توصلي لل 30 سنه دي. انت عايز القانون، اعمل قانون لدور العبادة الموحد، اعمل قانون لتجريم التمييز وتجريم الاعتداء الطائفية، وطبق القانون. خلي بالك لغاية النهاردة احنا لما بيحصل حاجة زي كده بنعمل جلسة صلح وعرف، وده يبوز دماغ ده وخلص الموضوع كويس. ده منفعش لانك بتجنب القانون، وتصريح محافظ اسوان مؤشر على ده. يعني ناس امام الجامع قال لهم الظهر روحوا هدوا، فراحوا هدوا كويس. هنا لو في مخالفة قانونية، أنا ما عنديش أدلة ولا ورق عشان أقول، لو في مخالفة قانونية بقدم بلاغ للجهة وأقول له اتصرف، خد القانون ياخد مجراه. لكن هنا أنا باخد الحق بإيدي، أو ما أتصور أنه حقي، أو ما أتصور أنه مخالفة بشيلها بإيدي، ويجي محافظ يقول هذا الكلام، فطبعا هو جو عام. لكن لو عندك قانون، ويا ما طالبنا بقانون لمكافحة لتجريم التمييز بشكل مبدئي، اي حد يميز يطبق على القانون. لو اللي بيميز ده او بيعمل جريمه طائفيه عارف انه هيتطبق على القانون والقانون الصارم، مش هيعملها. لغايه ما ابني ثقافه تنوع وتعدد وحريه راي واعتقاد، انا محتاج انفذ اطبق القانون ده بصرامه. والقانون ده انا ما اعرفش